وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم، تنضم إلينا فيها مرة أخرى ميرنا إيهاب فعليك. شكرا لكم رجائي ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، الإسكندرية 24-16، مطروح 24-18، بورسعيد 33-21، والإسماعيلية 33-22. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 22، العريش 34-20، طابة 32-22، شرم الشيخ 34-23، والغردقة 34-23. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 22، أسوان 39-23، الوادي الجديد 36-21، شلاتين 32-20، وأخيرا حلايب العظمى 30 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.